نعم. سائلة تقول: ما رأيك يا شيخ في من تسمي من تأمرها بالمعروف وتنهاها عن المنكر ملقوفة وتتدخل في شؤون الغير؟ وأخرى تقول: أصبح منظر مفتشي هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مصدرا لإرهاب الناس، وتحكي في ذلك قصصا في مثالب رجال الهيئات، أفيدونا أثابكم الله. أما الأولى التي تقول لمن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر إنها امرأة ملقوفة، وما معنى ملقوفة؟ يعني متسرعة، فهذا لا نستطيع أن نقول إنها كاذبة أو صادقة، لأنه من الممكن أن تكون هذه المرأة الآمرة متسرعة تحكم على شيء بأنه منكر وليس بمنكر، أو تحكم على هذه المرأة أنها فاعلة للمنكر وليست بفاعلة. لكن على كل حال نحن نريد أن نقول إن كل امرأة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر على حسب القواعد الشرعية فإنها ليست ملقوفة، بل هي على خير، ولكن عليها بالرفق، عليها بالتأني، عليها بجذب الناس بحسن أخلاقها، فإن ذلك من أكبر المؤثرات على من يؤمر بالمعروف أو ينهى عن المنكر. وأما قول من قال إن رجال الهيئة إنهم أناس أهل شغول المصدر للإرهاب، مصدر للإرهاب، فكذب، فإن الآمرين بالمعروف والنهين عن المنكر هم الدعاة إلى الأمن وإلى الخير كله، لأنه لا يمكن أن يوجد أمن إلا بإيمان أبدا، ولا يمكن أن يوجد إيمان إلا بترك المعاصي، ففعل المعاصي ينقص الإيمان، وإذا نقص الإيمان نقص الأمن. اسمع إلى قول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أكمل الآية، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فمن ينشد الأمن فإنه لا طريق إليه لا بكثرة الجنود ولا بقوة السلطان، إلا بإيش؟ بالإيمان بالله. صحيح أن قوة السلطان وكثرة الجنود توجب أن يأمن الناس ظاهرا، لا شك لأن يوجد ما يردعهم، لكن الإيمان بالله هو الذي يرجع الناس ظاهرا إيش وباطنا، لأنه يعلم أن له رقيبا وهو الله عز وجل. لكن الإنسان الذي لا يمكن أن يترك المنكر إلا بقوة السلطان، هذا يترك المنكر ظاهرا لكن باطنا إيش لا يتركه إذا كان السلطان لا يطلع عليه. فنقول الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر هم دعاة الأمن في الحقيقة، ولا يتحقق الأمن إلا بذلك، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يستلزم قلة المنكر وكثرة المعروف، وإذا قل المنكر وكثر المعروف فذلك الأمن، هذا هو الأمن. ونحن إنما نتكلم عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا عن الآمر بالمعروف، لأن بعض الآمرين بالمعروف قد يتسرعون ويحصل منهم أكثر مما يرجون من المصلحة. فالإنسان يحكم على المعنويات لا على الأشخاص. وأنا أشهد بالله أن الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر على ما تقتضي الشريعة هم دعاة الأمن وليسوا إرهابيين، ليسوا إرهابيين. وليعلم أن كلمة الإرهاب استغلها أعداء الإسلام ليطلقوها على كل مؤمن، كل إنسان مؤمن ملتزم بإيمانه يقولون إنه إرهابي، فاستغلوا هذه الكلمة من أجل أن يرهبوا عباد الله في دين الله عز وجل. وإلا لو رجعنا إلى الواقع
لقلنا اذهب إلى الدول الغربية انظر إلى 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 الإرهاب فيها. الواحد لا يمكن يكون معه في مخباته 10 ريالات، لو أظهر 10 ريالات في مخباته لكان ربما يقتل من أجله، ولا من الإنسان لا على عرضه ولا على ماله ولا على أهله في تلك الديار. أين الإرهاب؟ ونحن نعلم بالتتبع والاستقراء أنه كلما كانت الدولة أكثر تطبيقا للإسلام كان الإرهاب في بلادها أقل ولا أكثر؟ أقل، لا شك فيها. ولينظر العاقل إلى الأمة الإسلامية حينما كانت مؤمنة متمسكة بالدين أنه لا يوجد فيها إرهاب أبدا. ألم تعلم أن خليفة المسلمين عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي ملك من الفرات فما وراءه إلى البحر من الغرب، ألم تعلم أنه ينام في المسجد على كومة من حصباء وليس عليه حارس؟ ألم تعلم هذا؟ العالم منكم يعلم هذا، والذي لم يعلم يعلمه الآن. يذكر أن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وكان أميرا في الشام لعمر بن الخطاب أمره على الشام، فاحتاج بيت المال إلى بيت يهودي فبذل له معاوية مالا كثيرا أكثر من قيمة البيت من أجل أن يوسع به بيت المال، فأبى اليهود مراغمة للمسلمين، قاتل الله اليهود ولعنهم إلى يوم القيامة. قال أبدا ما أبي. فقال له معاوية أنت الآن مضار مضار، ما قصدك المال ولا قصدك بيتك ما يهمك، لكن تريد إضرارا، يلا دخلوا في بيت المال، وسعوا به بيت المال، وهذه القيمة مضاعفة، متى شئت فخذها. ماذا صنع اليهودي؟ اليهودي يعرف كيف يتصرف. ركب إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، أين هو؟ في المدينة. دخل المدينة يسأل أين عمر بن الخطاب، أين عمر بن الخطاب؟ قيل له في المسجد. ذهب إلى المسجد وإذا هذا الرجل النائم على كثيب من الحصبة، وسادة حصبة حجر. فخرج يسأل وين الخليفة، وين أمير عمر أمير المؤمنين؟ قال هذا اللي في المسجد. قال هذا؟ قال نعم. معاوية رضي الله عنه من سياسته الحكيمة في الشام لما كانت الروم يكون لأمرائها شيء من الأبهة، صار عنده شيء من الأبهة لأجل أن تبقى هيبة الحكم على ما كانت عليه. فجاء معاوية فجاء إلى هذا إلى المدينة، وإذا هذا الرجل رفع إليه القضية، كتب عمر رضي الله عنه كتابة رمز في الواقع، فقال اعمر له بيته، رد عليه بيته، وليس كسرى بأعدل منا. بس رجع اليهودي إلى معاوية وأعطاه إما ورقه أو عظم، أعطاه إياه، فأخذه معاوية وضعه على رأسه وقال اعمروا له بيته. لما رأى اليهودي هذا العدل العظيم قال لا أن أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وبيتي لبيت الله. الله أكبر. شف الأمن، الأمن والعدل والرضا. نعود إلى الموضوع الذي سقنا من أجل هذا الكلام. أقول متى تم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ما تقتضيه الشريعة ف
فهذا والله هو الذي يحصل به الأمن التام. ومتى اختل وكثرت المنكرات اختل من الأمن، من الأمن بقدر ما اختل من الالتزام. نعم.